وانا ابني لو كنت هالاندفن في فد مكان لو ابني انباع الطفل لو انباع لو كان ميت انا لقيت جنازه انا دورنا احنا ما لقينا وانا اناشد رئيس الوزراء اناشد وزير الداخليه رحمه بحالي اللهم اني اشكو اليك اشكو ضعف قوتي وقله حيلتي الله يا رب يحنن قلبكم علي. لا كلمات لوصف ما تشعر به هذه الام وهي تنتحب على طفلها الذي خطف قبل 6 سنوات ولا زالت لم تفقد الامل برؤيته، فهي تقاتل يوما بعد يوم حتى وصلت لخاطفيه واودعتهم السجن، الا واحدا قد فر خارج البلاد وهو الوحيد الذي يعرف مصير ابنها المغيب. والله في يوم 1/10/2015 كنا رايحين بهذا اليوم للعرس هذا المشؤوم سبحان الله، طلعت هاي زوجة المجرم الهارب رايح لألمانيا دتراقبنا دتخابرنا شو وقت تروحون للعرس شو وقت تجون، ما ادخل بالتفاصيل. المهم هذا الطفل انخطف من قبل 4 أشخاص يعني عصابة من 4 نفرات خطفوا ابني، 3 لزمه حاليا هم محكومين بالاعدام، زوجت المجرم الهارب لأب ألمانيا محكومة عليه بالإعدام هسه حاليا موجودة بسجن البصرة، وهذول البقية أرجان وهاب وعلي سلمان مسجونين بسجن الحوت بالناصرية محكوم عليهم بالإعدام، حتى التمييز مالهم إجا حكم بالإعدام. هسه مو مشكلة الإعدام، والله لا أريد إعدام ولا فج، هسه أنا أريد عظام ابني. أنا لحد الآن هذا المجرم هذول رحت يومهم بالسجن قابلتهم قالوا والله العظيم الطفل إحنا صحيح إحنا اشتركنا بالجريمة كنا على متخاطر فلوس إحنا اشتركنا، بس يعني الطفل آخر مرة بقى يم عماد المجرم عماد الهارب بقى عماد وين هارب هسه عماد حاليا موجود بألمانيا في ولاية فرانكفورت في منطقة هيسن. ترفع مناشدتها إلى رئيس الوزراء وتطالب بتدخله الشخصي كونه الوحيد القادر على مخاطبة الحكومة الألمانية من أجل إعادة الخاطف ليبين لها أين ذهب بولدها، إن كان قتله ليبين لها قبره، وإن كان حي ليعيده إليها. إلا رئيس الوزراء هو بنفسه يقدر يطالب من الحكومة الألمانية بترحيل المجرم، وأنا أنطي وعد مو قل الحكومة الألمانية ينعدم، لا خليجي جوز يطلع بريء، خليجي هو يفتح مرتلق القضية، خلي نشوف الطفل وين الله يقبل. يا سيادة الرئيس اعتبر هذا الطفل ابنك، لو هذا الطفل هو ابنك كان سويت، لو الطفل من أطفالكم يا مسؤولين يغيب دقيقة عن المدرسة شي يصير بكم؟ مو 5 سنوات وثمان تشهر ابنياني ماكو، خلي هو بنفسه يطالب من الحكومة الألمانية بترحيل المجرم الهارب إلى السلطات العراقية. بابا إحنا ما نريد نعدمه، ما نريد إعدام أي واحد، خلي ينطون عظام ابني، خلي ينطون عظام من عظام ابني، إذا ابني ميت من يقول ميت؟ إحنا دورنا على جنازة والله ما بقت محافظات، ما بقى ملاجئ، ما بقى حفرة، ما بقى حشاكم تكرمون بلعات أنا ما طبيت بيها، أنا أم هذا فلذ وكبدي يعني مو فد شي بسيط. يعتصر قلبها ألما على فقدان صغيرها ولا تطلب إلا أن تراه إن كان على قيد الحياة. سعد السلطان، قناة التغيير، كركوك.